مركود مع كل شكارة أو عبوة طالعة بطاطس لبرة، أيوه عليها البركود. الأرض دي مزروعة فين؟ في قرية إيه؟ مين اللي زارعها؟ أيوه كان بيستخدم نوع المية إيه؟ نوع ده بتعمله المجلس التصديري، تمام. والمجلس التصديري حريص على التكويد، ودي اللي زودت الرقابة وإحكام الرقابة، اللي زودت معانا الصادرات وفتحت أسواق جديدة. لأن لما يبقى عندي نظام تكويد أنا عارف حباية البطاطس دي تم طلع زرع منين التخزين، ده اللي هو وكل يطلق الظروف، عليه تمام. بالظبط، ده ما طيب يطلق عليه هل نظام المفروض التكويد ان يعني. احنا نستهدف زيادة في الصادرات وبناء على الاستهداف ده نشوف حلول لو هناك مشاكل؟ يعني اقصد احنا محتاجين قفزات في الصادرات المصرية الزراعية. صحيح، يعني احنا اجمالي الصادرات الزراعيه وصل 3.3 مليار نعم دولار في نهايه عام 22. ما هواش ده طموح مصر ولا طموحنا كلنا، يعني طموحنا اعلى من كده كتير، وضم أسواق جديدة أيضا مطلوب. وفتح اسواق والكميات كمان التصدير، نعم طالما عندنا وفره في السوق المحلي من المنتجات دي ولابد ان احنا يبقى عندنا القدره على التصدير. عشان كده الحكومه عندنا معامل متخصصه. النهارده الاشتراطات اللي بيطلبها الاتحاد الاوروبي بيتم تنفيذها من خلال التكويد، حتى اشقائنا الدول العربيه اللي بيطلبوا مواصفات معينه تمام بيتم خضوع كل المنتجات المصدره للخارج نعم لسلامه الغذاء وللحجر الزراعي، وبيتاخد منها عينات من تمام المعمل المركزي للمتبقيات المبيدات نعم التابع لوزاره الزراعه، نعم وبالتالي ما فيش اي شحنه الحمد لله بترفض. عايزين نزود ده ونزود نظام التكويد بدل ما احنا عاملينه على محصولين او ثلاثه، ايوه البطاطس والبرتقال الموالح بصفه عامه ايوه والرمان، لا نزود المحاصيل اللي احنا في حاجه لتصديرها عندنا وفره منها ايوه عشان نقدر نخش بيها بكميات كبيره للاسواق اللي تم فتحها وفتح ايوه اسواق جديده. النهارده كمان سيادة ولكن في الريس الحته دي برضو عشان اتفضل حضرتك اتفضل الساده المشاهدين، مصر حريصه على زي ما هي حريصه على المنتجات اللي طالعه بره تكون امنه وصحيه ومطابقه للمواصفات، ايضا اللي موجود داخل السوق المصري اللي احنا طبيعي كلنا بنستخدمه ايضا بيتاخد منه عينات من الاسواق من المعمل المركزي طبيعي للمتبقيات، فحريصين أيوة على المواطن المصري اللي بياكل المنتجات زي نعم ما احنا حريصين التصدير ايضا يكون طابق للمواصفات. طيب النهارده كمان سيد رايس اكد على فكره التخزين. ده صحيح، لان اي يعني الدول لابد يكون فيها عندها نسبة تخزين على الأقل من كل المنتجات 25%، ده السك موجود لأي طارئ لأي ظروف، أيوة. وبالتالي المناطق اللوجستية اللي بتعملها الحكومة وزارة التموين في 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 العديد من المحافظات عشان يبقى عندنا السعة التخزينية حتى لمحاصيل الخضار أو البطاطس أو غيرها أو الموالح عشان السوق المحلي، عشان نعم لما يبقى في عندي أزمة يبقى عندي مخازن على الأقل 25% موجودة في عندنا سك ما لأي يكفي، طارئ. عندنا ما يكفي يا دكتور. الحمد لله السوق المصري وبمنتهى الامانه، الاسعار غاليه كلنا بنشوف الاسعار كلنا عارفين ان الاسعار سعرها غالي وبترتفع، ولكن ما في سلعه في السوق المصري مش موجود، كله صحيح موجود والحكومه بتبذل مجهود كبير عشان توفر نعم كافه السلع للمواطنين، ونامل ان الاسعار من خلال المنافس اللي الدوله يعني بتشتغل عليها للمحافظات وموفراها. نعم بتساعد. نعم كل الشكر لقواتنا المسلحه اللي 3 مليون كرتونه ب 50% امبارح بتوزيعها لكل اهالينا، وده نعم دور مجتمعي للقوات المسلحه بنشكرها عليه، لان ده في اطار الدور المجتمعي للقوات المسلحه. كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحه واجهزه الشرطه وكل اجهزه بلدنا اللي بتحاول تيسر على اهالينا المواطنين.